استقبل فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المصاحب له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية جيبوتي. في بداية اللقاء أعرب فخامة الرئيس عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم منظومة الأمن القومي العربي، فضلا عن دوره في تعزيز التواصل فيما بين الدول والشعوب العربية، مثمنا الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي في مرحلته الجديدة لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية كآلية مهمة في الدفاع عن المصالح العربية في المحافل الإقليمية والدولية. كما أكد فخامته دعمه الكامل للبرلمان العربي كشريك رئيسي على المستوى البرلماني لخدمة مصالح الشعوب العربية. من جانبه أكد العسومي على دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة لتحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في جمهورية جيبوتي، مشيدا بالإنجازات التي حققها فخامته من أجل بناء دولة عصرية منفتحة على العالم وتحويل جيبوتي إلى مركز لوجستي هام في شرق إفريقيا. أكد العسومي على أن البرلمان العربي يضع دعم الدول العربية الأقل نمو في مقدمة أولوياته للنهوض بمسيرتها التنموية والدفاع عن قضاياها، باعتبار ذلك مرتكزا هاما من مرتكزات الأمن القومي العربي، ومشددا في هذا السياق على حرص البرلمان العربي على حشد الجهود العربية والدولية اللازمة لدعم جمهورية جيبوتي في مختلف المجالات.